من الجدل أثارها دور الفنان أحمد العوضي على مواقع التواصل الاجتماعي عند عرض الجزء الثاني من مسلسل نصيبي واسمتك الخاص بحكاية نظرة فابتسامة التي حققت نجاحا كبيرا فور عرضها، وتمكنت من الدخول ضمن قائمة الأعلى مشاهدة على اليوتيوب، حيث تناقش القصة قضية الخيانة الزوجية وكذلك خيانة الصداقة، أو تعيد النظر في مفهوم الخيانة بشكل عام. فالخيانة ليست جسدية دائما، وهو الجزء الذي أبرزته القصة التي كان بطلها أحمد العوضي وشيري عادل. فعلى الرغم من أن القصة تناقش قضية حساسة وهي خيانة الزوج، فلم يظهر مشهدا مخلا أو فجا ضمن أحداث الحلقات. كان دور الفنان الشاب أحمد العوضي في الحلقة التي حققت صدى كبير منذ عرضها على الشاشة الفضية يدور بشأن الشاب طويل القامة أسمر اللون عريض المنكبين ذو شعر كثيف وملامح جذابة، بالإضافة إلى رومانسيته ومعاملته الحسنة إلى زوجته. ولفت العوضي نظر العديد من المشاهدين وخاصة الفتيات بسبب دور زياد الذي لعبه أمام الفنانة شيري عادل، فبدا زوج مسالم يعمل على راحتها، بالإضافة إلى خفة ظله وملامحه الجذابة. إلا أن إطار السيناريو وضعه في دور الزوج الذي خانته زوجته، وهو الأمر الذي جعل المشاهدين يتعاطفون معه، خاصة في مشهد المواجهة مع زوجته عقب اكتشاف خيانتها له مع صديقه. ومع انتهاء حلقات القصة تداولت الفتيات عبر موقع فيسبوك العديد من صور العوضي الممزوجة بعبارات الغزل والإشادة، وتفاعل معهن العوضي عبر رسائل ورياكشنز، مما أشعل صفحات الفتيات وتبارزن للفت نظر الفنان الشاب أحمد العوضي. ذلك الفنان الشاب البوكسير فتى أحلام الكثير من الفتيات، نجح في تجسيد دور رائع ليس دورا خياليا أو واقعة خيالية، ولكنها مستمدة من أرض الواقع. فللأسف نسبة الخيانة الزوجية زادت في مجتمعنا ولم يعرف لها سبب، فكما اتضح للجميع أن زياد الذي جسده العوضي زوج مثالي وليس نكدي ولا روتيني. فهتقولي مظلومة من الحب؟ محرومة؟ ده مش ندم يا جميل، دول دمعتين تمثيل. فوفقا لإحصائية صادرة لبحث اجتماعي أكد فيها أن عدد الأزواج الذين قتلوا على أيدي زوجاتهم في عام 2013 وصلوا إلى 91 قتيلا، مشيرا إلى أن قتل الزوجات لأزواجهن كان بأدوات مختلفة. فجاء في المرتبة الأولى استخدام السم ثم السكين أو السطور والرصاص. وتطرقت الدراسة إلى أغرب الأسباب في حالات خيانة المرأة لزوجها، وهي أن سببها الأفلام والمسلسلات والتفكك الأسري والخيانة الزوجية، مما يؤدي إلى جرائم مثل القتل ومحاكاة ما يحدث في مثل هذه الأفلام. وأكدت الدراسة أن نسبة قتل الأزواج لزوجاتهم بسبب الخيانة احتلت المرتبة الأولى بنسبة 67%، أما قتل الزوجات لأزواجهن لنفس السبب 30%. فما نقله الفنان الشاب قصة واقعية نريد معرفة أسبابها ومعالجتها، لأنها بدأت تتفاقم بشكل كبير في المجتمع المصري، ألا وهي قصة الخيانة الزوجية. فشكرا مؤلف القصة، وشكرا أحمد العوضي، فنان عودنا عندما نراه على الانفعال معه، متناسين أنه يمثل، مصدقين أن ما نراه شخصية حقيقية. إسراء سعد، تحيا مصر.